القضاء المصري يؤيد على مستوى الاستئناف الحكم بحبس عادل إمام لثلاثة أشهر بعد أن أدين بتهمة الإساءة للإسلام من خلال أدواره السينمائية والمسرحية. هل تؤيدون هذا الحكم؟ أم إن الحكم حسب ما يقول البعض بداية للحجر على حرية الإبداع عموما؟ حوارنا عبر الراديو والتلفزيون وأونلاين. محمود منسي لديه المزيد عن الحوار الإلكتروني. محمود، هل ترى أن هناك اتجاها لتشديد القيود على الأعمال الفنية في مصر؟ هذا هو سؤال استفتائنا اليوم. ابقوا معنا للتعرف على المزيد وللتعرف على مجريات الحوار الإلكتروني. نور، شكرا محمود. دون تأخير بنا إلى الحوار من استوديو نقطة حوار. عدد من الفنانين والعاملين في حقل الإبداع عموما استنكروا الحكم، معتبرينه هجمة على الحرية عموما ومقدمة لحملة ربما أوسع، محذرين من نفس المصير بواسطة دعاوى الحسبة ضد فنانين وكتاب ومفكرين. حزب المصريين الأحرار أعرب عن تضامنه مع إمام وحذر مما أسماه بسطوة التيار المعادي لحرية التعبير والحرية في مصر. من يكون هذا التيار؟ وبينما لم تعلن القوى الإسلامية موقفا واضحا من الحكم، وهو ما قد يؤول موافقة ضمنية على القرار، قرار المحكمة، يقول آخرون إن الأمر يتعلق باللجوء إلى القضاء للتعامل مع شطط في استعمال الحق في حرية التعبير. هذا الشطط وصل حسب هؤلاء إلى حد ازدراء الدين أو رموز دينية. هل هذا الحكم إنذار لكل العاملين في مجال الإبداع في مصر؟ أم إن الأمر يتعلق بقضية عادية أمام القضاء بت فيها حسب ظروفها وحيثياتها لا أكثر ولا أقل؟ هل يمثل الحكم كما يرى البعض بداية سيطرة التيار الإسلامي السياسي على الحياة الفنية في مصر؟ كيف تتوقعون أن تتعامل القوى الإسلامية مع الإنتاج الفني، مسرحي، أدبي، سينمائي، مهما يكن، إذا شكلت هذه القوى الحكومة أو تولت رئاسة الجمهورية في نهاية المطاف؟ شاركوا في الحوار بالوسائل المختلفة. أنا نور الدين زرقي وفريق البرنامج بانتظار مشاركاتكم بالSMS، بالهواتف الموبايل، بكاميرات الكمبيوتر، أيضا على صفحاتنا على تويتر، فيسبوك وعلى جوجل بلس. على الشاشة الآن رقم الحوار التليفوني 00442-2077-650-211. لا تنسوا الرسائل النصية بالعربية رجاء على 00449-79-40-40-7. ينطلق الحوار دون تأخير. مشاركاتكم المصورة أولا. طارق فودة من دمنهور في مصر. في الحقيقة لا تعقيب على أحكام القضاء، ولكن مصدر القلق هو من أن مثل هذا الطرح قد يكون بداية إلى ابتكار آلية جديدة لقمع الفكر وتهديد أصحاب الآراء المغيرة، وبالتالي قد يتم التوسع في مثل هذه الممارسات لتشمل حتى أنه يحظر بعض النظريات العلمية اللي بتتناول علم النفس أو بتتناول علم الكونيات أو البيولوجي، وبالتالي يبقى احنا على أبواب ممارسات جديدة أكثر قمعية من الممارسات اللي كانت في ظل النظام السابق، كما أن ذلك يصب في نهاية المطاف في إصدار مدنية الدولة. طارق دخل في الموضوع مباشرة ويعرب عن قلقه على الإبداع الفني والأدبي. لاحظتم كيف أضاف أيضا الإبداع العلمي والذي قد يستهدف من هذا التحرك القضائي ضد عادل إمام وأعماله المسرحية والسينمائية. مشاركة أخرى الآن من ناصر علي في الأقصر. خلال العقود الماضية تعرض الإسلاميون لحملة منظمة من الاضطهاد الفكري والمعنوي والاجتثاث البدني على كافة الجهات، وفي حين قامت أجهزة الأمن بالتعذيب والمطاردة والقتل للإسلاميين، قامت جهات أخرى بممارسة هذا الاضطهاد المعنوي والفكري لهم. وكما قامت أجهزة الأمن بعملها تحت مزاعم الحفاظ على الأمن والقضاء على الإرهاب، قامت الجهات الأخرى بعملها تحت مزاعم حرية الفن والفكر والإبداع، فقامت
لتشويه الإسلاميين والسخرية من هيئتهم ولباسهم ومظهرهم وتصويرهم في صورة بشعة، كمن يظهر التقوى والورع والتدين ويفضل الانحلال والفساد والطمع. إن حرية الإبداع والفكر قيمة معنوية كبيرة ينبغي أن نرضى عن استخدامها في اضطهاد فئة معينة وممارسة الظلم عليها. ناصر يرد على طارق بشكل أو بآخر ويرى أن من يشتكون من هذه الأعمال إنما يحاولون رد الظلم والإجحاف الذي وقع عليهم بسبب ما يعتبره هو استبدادا في ممارسة حرية الرأي والتعبير إلى حد الإساءة إلى الإسلام. نبدأ الحوار التليفوني. 4 متحاورين بالانتظار: حسن جودت في قبرص، رامي العساوي في فنلندا، إسلام الفرغلي من مصر، وعصام بسيوني من مصر أيضا. أرحب بكم جميعا. ننتقل الآن إذن إلى أول مشاركة، حسن جودت. مرحبا بك يا حسن. مرحبا بك، ازيك يا استاذ نور؟ اهلا بك. التحيه الى كل المشاهدين والمستمعين للقناه المتميزه اللي بتعرض اراء الشعب كله، العالم العربي كله. عظيم، يلا. بالنسبه لحكم على عادل امام، انا بعتبر ان الفنانين السياسيين اصحاب الراي المبشرين الداعيه الاسلاميه القنوات المتخصصه، الناس دي كلها لها اراء مؤثره في الشارع، في الشعب. نعم. في الناس. يبقى لازم يحافظ على كلامه ولازم يكون بحساب، مش ممكن يعرض رأيه أو الدين معروف أنه هو خط أحمر، لا يجوز أن احنا نتطاول على الدين، زي ولا داعية يتطاول على دين واحد ثاني، لأن ده بيسبب إشاعة الفوضى والعنصرية والبغضاء. ازدراء الأديان بيعمل الكلام ده عن طريقه. فالداعية أو المبشر أو الفنان أو السياسي لازم يحافظ على كلامه ويقوله بحساب، لأن ده مؤثر. عادل إمام إنسان بيدخل كل البيوت وكل الناس بتسمع له، يبقى لازم يحافظ على كلامه ويعرف هو بيتكلم وبيأثر ولا ما بيأثرش. حسن، لماذا لا تعتمد، لأنك والأمر على هذا النحو كأنك تريد أن تقيم نوعا من معيار انتقائي بالنسبة للقانون، لماذا لا يكون جميع الناس متساوين أمام القانون ويحكم على هذه الأعمال بموجب القانون؟ لماذا تريد أن تضع عبئا أثقل من المسؤولية على الفنانين وعلى المبدعين؟ البعض سيقول لك الأجدى أن نكافئهم ونشجعهم، لا أن نحملهم أعباء غير عادية أو تميزهم سلبيا عن الآخرين. أيوة. بالنسبة للإنسان العادي، نعم، فهو شوية بيكون معصوم، لأن ممكن يكون جاهل، ممكن يكون غير متفهم، غير عالم. لكن بالنسبة للداعية الإسلامي أو بالنسبة للمبشر أو المفكر أو الفنان أو المفكر، نعم، أو السياسي أو الفنان، نعم، دول ناس مميزين، دول ناس مميزين ولهم وضع مميز وبيدخلوا كل البيوت وآرائهم مسموعة. طيب، بل في ناس بتبدأ تتوجه وراهم. طيب، بدون نقاش. لا تقبل بأن يكون القانون الحكم النهائي في نهاية الأمل، يحكم على الأعمال بالقانون. الآن عندك مثلا هذه القضية التي خسر عادل إمام الاستئناف فيها، عندك قضية أخرى فاز فريق الدفاع عنه بإلغاء الدعوة، نفس قضية نفس الموضوع تقريبا. خليك معي يا حسن، لازم أن نسمع التيار الآخر من الرأي وعنده مخاوف غير عادية، خاصة إذا وضعت في سياق التحول السياسي في مصر هذه الأيام. رامي العساوي، مرحبا بك يا رامي. أهلا أهلا، مساء النور، أهلا بك. هي بالتأكيد بداية أنا بعتقد لتقييد الحريات التعبير والإبداع. نعم. أنا أتوقع بأن الأمور سوف تسوء أكثر حينما يتمكن الإخوان والسلفيين من السلطة. نعم. وهناك مؤشرات تدل على هذا الأمر حتى قبل الحكم القضائي، مثلا تصريح خيرة الشاطر المستبعد الذي لخص شعاره الانتخابي بمقولة تطبيق الشريعة هو هدفي الأول والأخير. بس أنا متأكد أن الشعب المصري بيستنى أن يكون الشعار التنمية هو الهدف الأول. طيب، الشعب المصري، معلش رامي، الشعب المصري طبعا عنده مجال أفضل، مش محتاج حد يتحدث باسمه، عنده صناديق الاقتراع. خلينا لا نتوسع، الأمر يتعلق بحكم قضائي في أعمال فنية، وعندك حكمين، حكم يدين عادل إمام وحكم آخر لم يدينه، برأه يعني. بس الأمر المدهش أنه على سبيل المثال مسرحية الزعيم وجهت انتقادات قوية جدا للحكام الدكتاتوريين، وكل موضوع المسرحية هو كان عن انتقاد الحكام العرب. عظيم. وشاهدها الملايين. أوكي. ومع هيك لم يحدث ملاحقة قضائية،
من هون بنشوف انه حتى في عصور الاستبداد كان هناك متنفس، طيب. ولكن الان مع السلفيين والاخوان لن يبقى اي متنفس بعد الان. اه بمعنى انك تريد ان تقول انه عمل مثل الزعيم واعمال اخرى اللي ادين بسببها اللي استهدف الدكتاتوريين بعصر الدكتاتوريه وما صار مثل هيك. فهلا مع انه المسرحيه كل الموضوع تبعها كان عن الحكام العرب والدكتاتوريه، ومع هيك ما صار مثل ملاحقه مثل هلا. طبعا من الاعمال ايضا الزعيم. طيب خليك احسان، اعتقد اسلام فرغلي في مصر. اسلام استاذ نور الدين، اهلا حضرتك. اهلا بيك يا اسلام، تفضل. والله انا شايف ان اللي خسران من الموضوع دوت هو التيار الديني السياسي والمدافعين عن التيار الديني نفسه. نعم. لان ده بيخلق في الشارع المصري حاله من القلق للتيار اللي ابتدى يخطو خطوات نحو السلطه. فلما بيقلل اسهمه في الشارع وبتبتدي الناس تقلق. نعم. وتخاف ان التيار الديني هيجي هيقيد حريه التفكير وحريه الابداع. هل يمكن، معلش اسلام لابد ان استوقف، هل يمكن الجزم تماما بانه هذه القضيه تجسد الخوف او مؤشرات على مصادره حريه الراي او حريه الابداع الفني؟ لماذا لا تنظر اليها؟ لانه عصر من الانفتاح، من الحريه، من المطالبه بالحقوق واللجوء الى القضاء. كما ساعيد نفس الاستدلال، عندك قضيتين، اولاها خسرها ومحامي عادل امام، والثانيه فاز فيها بالبراءه. بالطبع، لكن احدى القضيتين واللي مشهوره واللي معروفه ان هو خسر الاستئناف في موضوع ازدراء الاديان تحديدا. نعم. ده مما هيؤدي الى برضه، نرجع تاني للنقطه ان هو ده هيؤدي احنا طبعا داخلين على نقل سلطه وانتخابات رئاسيه. نعم. ده هيؤدي ان الناس هتبتدي تتخوف من التيار الاسلامي، زائد ان اسهم التيار الاسلامي في الاساس نزلت من بعد ما حصلوا على الاغلبيه في مجلس. طيب خليني اسمع اراء اخرى، خليني ارجع لحسن جودت في قبرص. حسن، تعليق اخير منك على ما سمعته من رامي ومن اسلام ايضا. استاذ نور، من الواضح برضو ان الناس لسه في كتير مش فاهمين النقطه اللي انا بنوضحها. في قناه من القنوات الفضائيه على سبيل المثال بيطلع طالع فيها واحد بيقول انا اسمي القسيس احمد، القسيس احمد. نعم. تخيل، والقسيس احمد شغلته مهاجمه الدين الاسلامي. لا، ونفس الشيء بيحصل برضو من بعض الجماعات المتشددة. فأنا بقول ليه ما تشرحش أنت كل واحد؟ ألم تعكس تلك الأعمال حسن ألم تعكس تلك الأعمال واقعا ما في مرحلة ما في تاريخ مصر؟ هنقول لحضرتك يا أستاذ نور، إذا أنا انتقدت شيء موقف للصالح العام، نعم، أنا موافق به. لكن أني أزدرق شخص زي أنا، الأستاذ نور ينتقدني بإزدراء وبتهكم شيء فاضي شيء. طيب. وبين انه يدينا نصيحه شيء ثاني. لحظه معي، خلينا نتحول الان لنرحب عبر الاقمار الاصطناعيه من القاهره بالفنان سامح السريطي، وهو وكيل نقابه المهن التمثيليه في مصر. استاذ سامح، اهلا بك في نقطه حوار. هذه هي النماذج من الراي التي ستسمعها من السواد الاعظم من المصريين. ماذا تقول لحسن؟ لا، الحقيقه يعني هي الفن وعمليه الـ الابداع. نعم. بتشوف اذا كان في سلبيات طاغيه في المجتمع فبتبتدي تشير اليها. نعم. وفي فتره من الفترات كان هناك كم من السلبيات او المجتمع المصري واجه متاعب كبيره جدا جدا من إرهابيين يرتدوا عباءة الإسلام، فتم مهاجمة الإرهابيين دول. نعم. لما بتكون الملمح عام وبيضر بالمجتمع بشكل عام، حركة الإبداع الفني بتسبق وبتعبر عنها وبتجسدها لمواجهتها. لما بتكون فما بيكون في أموال بتسحب من الشعب من أفراد يحملوا عباءة الإسلام، فهنا بيتم كشف هؤلاء الأفراد للدفاع عن الإسلام، إن هؤلاء. نعم. ليسوا من الدين في شيء. طيب. فهو بعيد تماماً. هذه رسالة تماماً الفن. عن هذه الدين كدين. نعم. هذه رسالة الفن السامية، هكذا سيقول البعض. لكن حسن ركز على نقطة مهمة اللي هي موضوع الدعوة على عادل إمام، وهي ازدراء رموز، ازدراء دين معين، ازدراء الإسلام.
هذه هي النقطة التي أريد أيضا أن أسمع تعليقا عليها منك أو من الفنانين المعنيين بهذا التطور الآن. هو الحقيقة عادل إمام لم يزدر الإسلام ولا يجرؤ أن يزدر الإسلام، ولا يمكن أن نقبل بأن أي حد يعيش بأننا يزدر الإسلام، وإلا نجاح أعماله دي كلها معناها أن الشعب كله بيزدر الإسلام. يعني لما بيهاجم الإرهاب في فيلم الإرهابي، أو بيهاجم الرجل اللي بيتشبه يحمل عباءة الإسلام ويفضل الكباب على أنه يقوم يصلي، يدعو الناس للصلاة ويقوم يعني يقولون ما لا يفعلون، لما بيكشف هؤلاء الناس مش بيزدار الإسلام، لكن بيزدار من يزدار الإسلام، بيزدار المتأسلمين. طيب. فهنا عادل إمام لا يمكن ولا يجرؤ ولا احنا نسمح أن أي أحد يزدار الإسلام أساسا. يعني أستاذ سامح خليك معي. عصام بسيوني في مصر، دعنا نستمع ما يقول. عصام عصام أنا أعتذر، عصام الخط ليس على ما يرام، أعدك إن من فضلك الخط خليني أسمع. حسن جودة في قبرص، حسن فرصة أخيرة. أيوة. لديك تعليق، تفضل. أستاذ سامح، أنا بعتبر إن الفن رسالته التقويم بمعنى شرح وجهة النظر، وأنا بعرف أنا بعترف مليون المرة بأن الناس دي اسمهم المتأسلمين. إذا دخلت على موقعي على النت هتلاقي إن أنا بقول إن التيار المسيطر على مصر حاليا هو المتأسلمين والمتزوجون بالمجلس العسكري بمباركة الأمريكان، لأن أنا بعتبر إن الناس دي متأسلمين مش مسلمين. حسن خلينا في موضوع اليوم، الله يخليك، خلينا في موضوع اليوم. عشان كده أنا بقول إن الفن المفروض هدفه يشرح ما هو الإسلام مع عدم التهجم على الإسلام، لأن الناس دي مش مسلمين، دول متأسلمين. طيب أستاذ سامح، الحقيقة الفنان عادل إمام لم يتعرض إلى الإسلام كدين في شيء. هو تعرض إلى المتأسلمين، عظيم، تعرض إلى الإرهابيين من جانب، تعرض إلى اللي نهبوا أموال الشعب تحت عباءة الإسلام، بيتعرض للكاذبين. نعم. وكل دول نماذج كشفهم أمام المجتمع. أوكي. ضرورة. أعتقد أنه أستاذ سامح أنه مهمتكم ستكون صعبة شيئا ما في الرد على الكثير، لأنه ستواجهون كثير من الدفوع بأنه في ازدراء الإسلام. استمع إلى عصام بسيوني في مصر ماذا يقول. عصام السلام عليكم أستاذ نور. وعليك السلام، حضرتك أهلا بيك وبحي ضيوفك الكرام، ولكني لي بعض الملاحظات. الحقيقة سأبدأ بالتعليق على كلام الفنان الكبير الأستاذ سامح الشريطي. الحقيقة اللي هو يعلم جيدا أن الأستاذ سامح بأن الحقبة الماضية من حكم مصر كان يشوبها تزيير وتزييف لحقائق كثيرة، ويخصنا في هذا الأمر الإسلاميين بشكل خاص. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفضح الدين الإسلامي ولا رموز الدين الإسلامي أداة للسخرية. الأستاذ عادل إمام أستاذ فاضل، بالفعل كنا نحبه في نفسه ونقدره ونقدم فنه باعتباره. طيب. رسالة. طيب. الفن يقدم رسالة أستاذ نور وليس أداة للسخرية. الإعلام والفن أداة للتنوير وليس. طيب. للسخرية من عصام. هل سمعت رد الفنان سامح الصريطي بأنه عادل إمام كان يزدري من يزدرون الإسلام؟ أعود إليك أستاذ سامح. يعني هو فندم الحقيقة إيه، كلام الأستاذ عصام كلام كقاعدة تسليمة كلنا معاه، ومن منطلق هذه القاعدة الجميع بيبدع، والفنان عادل إمام لم يتهكم على الإطلاق على الدين الإسلامي، ولن نسمح له كشعب ولا كفنانين، ولا هو نفسه يجرؤ ولا يرضى، لأنه إنسان مسلم. طيب. لا يمكن يزدري الدين الإسلامي، لكن هو بالضبط كان بيكشف هؤلاء الذين يعبثون بمجتمعنا تحت عباءة الدين الإسلامي. يعني لما بيكشف إرهابي. نعم. ويوجه. نعم. الإرهاب عانينا منه كثيرا، وراح أبرياء كثير في مرحلة ما لما يكشف اللي عبثوا بأموال الشعب وهم. طيب. بيلعبوا بها في البورصة، لما يكشف هؤلاء لم يزدر الإسلام على الإطلاق، ولكن بيكشف نماذج سيئة من المجتمع. أستاذ سامح، لست أدري عصام تريد أن تقول شيئا ردا على ما قاله أستاذ
سامح؟ نعم سيدي الفضل، انا اشكر الاستاذ سامح واقدره الحقيقه كمان، واقدر جميع الفنانين المصريين النساء منهم والرجال. ولكني اختلف مع الاستاذ سامح يعني بعض الشيء، انه الاستاذ عادل امام الحقيقه لما صور رجل دين وهو يصلي في فيلم الارهاب والكباب، وده طبعا رمز من رموز رجال الدين واحنا نحترمهم كلهم سواء السلفيين او الاخوان، كمان يعني كمان نقدر ونحترم جميع اطياف المجتمع المصري كافه يعني، ولكن الرمز الى هذا الشخص على انه ارهابي فهذا خطا جسيم الحقيقه. كان يجب ان يتم تفسير الامر بشكل مختلف نسبيا حتى نخرج من دائره الاتهام. نخرج من دائره الاتهام. لا يمكن ان يقبل اي مسلم او اي حتى قبطي من ابناء مصر الشرفاء ان يتم توجيه. واضح يا عصام، واضح. استاذ سامح، هل تشعرون الآن بأنكم تواجهون نوعا من تحدي مزدوج؟ هل فعلا كما يقول البعض أن هذا التحرك الآن ضد أعمال سابقة لعادل إمام لا يتعلق الأمر بعمل حديث الإنتاج، هل يشكل هذا نوعا من التهديد للإبداع عموما؟ أحد المتحاورين بعث بمشاركة قال فيها أنه هذا يعني حتى خطر على الإبداع العلمي، على الاجتهاد في مجال النفسي والمجال الكوني، هل تشعرون بمثل هذا التهديد الآن؟ الحقيقه هو الابداع ده، الابداع والفن بالذات ده انتاج شعبي، واللي هيحافظ على ده الشعب، مين هيقدر يواجه شعب؟ ده احتياجات شعب، الفن ده هي احتياج نفسي واحتياج وجداني لشعب وهو انتاج شعبي، فلا يمكن باي اذا كان هناك هيروح فين فرد او افراد او تيار، خلينا نتجاوز نقول كده، امام شعب كبير قام بثوره وطالب فيها بمزيد من الحريه. المساله بمنتهى البساطه ان هي يعني مش ممكن لما يكون افلام نجم زي عادل امام نجحت على مستوى الجماهير والشعب المصري معروف انه شعب يحفظ، شعب مسلم اساسا والاسلام في قلبه، وعندنا الجامع الازهر وعندنا اجهزه الرقابه، يا سيد مش سامح. ممكن بعد كل أرجوك. ده بالاضافه انا عايز اقول جزء صغير كمان فضل. ان انا اذا كان هناك قاضي نصف كم من الفنانين ومنهم عادل امام وبنفس الاعمال المتهم فيها بازدراء الاديان نصفوا، وكانت الحيثيات في منتهى القوه، قلنا هذا الكلام في حوار اليوم نقطه بيضاء على زبين القدم. بالضبط كده. انت لم ترد علي، القيت بالعبء حتى الانتاج الفني، قلت انه شيء شعبي او الابداع الفني نابع من الشعب، لكن حسن جودت في بدايه نقطه حوار اليوم قال انه الفنانين والمبدعين عموما هم النموذج وعليهم أن يقدموا القدوة وتصرفاتهم يجب أن تكون محسوبة. استمع إلى أبو فيصل في الكويت يقول إن الأمر يتعلق بتقييد إيجابي. أبو فيصل. صحيح، هذا النوع من الفن هذا فساد، وهذه الحرية حرية مفسدة، وطبيعي في الديمقراطيات أن يتم تقييد الحرية بما يتوافق مع رغبة الشعوب. هذه الحرية الفاسدة كانت موجودة في النظام الفاسد، أما وهناك ديمقراطية وهناك ثورة شعبية فمن الطبيعي أن تتقيد هذه الحرية بناء على رغبة الشعب، وهذا متعارف فيه في جميع الديمقراطيات. وفي جميع البلدان هناك حريات يحددها الشعب بنفسه، والشعب المصري حدد، بل والمسلمين جميعا قد تضايقوا مما قام به الممثل عادل إمام تحت اسم الحرية. أبالله وآياته ورسوله تستهزئون؟ هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه، بل بالعكس أنا فرحت كثيرا بهذا الحكم وكنت أشعر بالاضطهاد. وهناك أبو فيصل، هناك حكم آخر برا ساحة عادل إمام في ذات الموضوع أيضا. أنا أقول أن مجلس الشعب يجب أن يضع قوانين صارمة في هذا الإطار، وهذا فيه تقييد للحريات المفسدة، وفي إطار آخر يجب أن يسمح بالحريات للإبداع في المجال العلمي والمجالات بحدود معينة ترضي الشعوب الإسلامية وترضي الشعب المصري وتعبر عن إسلامه. نعم أستاذ سامح، الشعب والقوانين نابعة من إرادة الشعب، في النهاية هذا الحكم عندما صدر استند فيه إلى أحكام القانون، أليس كذلك؟ هل الفنانين مستعدون لتحمل المسؤولية والخضوع للمحاسبة على أعمالهم ألا تنتهك هذه الأعمال القوانين والمبادئ الأخلاقية والنواميس والتقاليد المتعارف عليها، وهي شيء أصر عليه أبو فيصل؟
اي مواطن لا يمكن باي حال من الاحوال يترفع او يبعد عن طائله القانون، وكلنا امام القانون سواء، ولكن في الجرائم. اما الابداع الفني وهذه الحريه هي ضمير امه، واحنا بنرفض الوصايه على الشعب. الشعب هو الذي يستطيع ان يفرز الغث من السبين. مش ممكن أنا أفرض عليه وصايا وأعامله كما لو كان في حضانة تاني وحدد له يشوف إيه وما يشوفش إيه. لكل متاح أمامه، الشعب قادر على الفرج. ولا يمكن بأي حال من الأحوال العجلة تعود إلى الوراء. الثورة قامت لمزيد من الحرية، وإحنا بنعتز جدا 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 بوثيقة الأزهر مثلا التي طرحت حرية العقيدة وحرية البحث العلمي وحرية التعبير عن الرأي وحرية الإبداع الفني. طيب، دي وثيقة الأزهر، والأزهر هو مرجعيتنا الإسلامية وهو منارة الإسلام في الشرق الأوسط وفي العالم كله. لكن مش هيجرنا بعض الآراء الفردية اللي ممكن تكون متشددة. طول عمر مصر وسطية، خير الأمور الوسط. ودي وسطية الإسلام، وده اللي دعا عليه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والإسلام، والأزهر هو فعلا قدوتنا. أستاذ سامح، استمع إلى إسلام فرغلي يأخذنا بمحور آخر في حوار اليوم. إسلام فرغلي في مصر، تفضل باختصار. الله يخليك استاذ سامح. انا شايف، اهلا بحضرتك طبعا، انا شايف ان دوت التخويف من التيار الاسلامي. الاسلام بالفعل زي ما حضرتك قلت بيحافظ على حريه التعبير وحريه الفكر وحريه التطور. التيار الاسلامي اسهمه بالطريقه ديت وبتخويف، يعني بيستخدم فيها فنان مشهور معروف زي الفنان عادل امام. طبعا هيبقى ليه أثر كبير جدا في الشارع المصري. احنا داخلين على انتخابات رئاسية داخل فيها التيار الإسلامي وداخل فيها التيارات الأخرى، فده إعادة. وأنا شايف ان ده فخ منصوب للتيار الإسلامي، وهو ما زال يمشي فيه من ساعة ما دخل مجلس الشعب وبيستمر برضه في التخييف. والنظام لن يتغير، النظام القديم بيستخدم الفزاعة القديمة مرة أخرى لتخويف الشعب علشان التيار ده على فكرة حتى اللي بيدافع عن التيار الإسلامي ده مشكلة في حد ذاته، إنه إسلام بيبان بشكل إسلام مختلف عن إسلام الشكل الحقيقي. بالمختصر المفيد، ماذا تريد أن تقول بجملة بسيطة؟ ماذا تريد أن تقول بصريح العبارة؟ بصريح العبارة أشعر إن هذا الحكم يستخدم لتخويف الناس. أستاذ سامح، ستستمر مسيرة الفن والإبداع المصري منارة تكشف الفاسدين وتكشف المفسدين وتكشف سلبيات هذه المجتمع، وأيضا ترسم البسمة على وجوه هذه المجتمع. وحيظل الفنان ملك جمهوره يعبر عنه ويعبر عن إرادته أيا كان بعض الدعاوى الفردية المتشددة إن إحنا فنانين وشعب نرفضها تماما. شكرا جزيلا لك الفنان سامح الصريطي، وكيل نقابة المهن التمثيلية في مصر، على إثراء الحوار في نقطة حوار اليوم. سأعود الآن إلى زميل محمود منسي الذي يتابع الحوار أونلاين في غرفة الأخبار. محمود، كيف ينظر المشاركون في الحوار اليوم لهذا الحكم القضائي بسجن عادل إمام؟ نور، في الواقع الحكم بسجن عادل إمام أثار جدلا بامتياز بين المتحاورين، والذين انقسموا إلى فريقين رئيسيين. الأول يعتبر أن الحكم بمثابة انتكاسة ثقافية وبداية دخول الحياة الفنية المصرية شكلا جديدا من محاكم التفتيش على حد قول بعضهم. أما الفريق الثاني فاستبشر خيرا بالحكم باعتباره أول الغيث فيما يعتبرونه تطهيرا للساحة الفنية في مصر. طيب، نريد نماذج. ماذا عن التيار الذي يرى الحكم ينطوي على مضامين وعلى دلالات سلبية؟ نور، لسان حال هذا الفريق يقول إن الحكم بسجن عادل إمام هو الحلقة الأولى ربما في سلسلة من الأحكام المشابهة التي ستلحق به بحق فنانين آخرين، أو سلسلة من القيود ستفرض تباعا على الفن بشكل عام في مصر. الجدير بالملاحظة أن غالبية أصحاب هذا الرأي اعتبروا أن الحكم يأتي في إطار صعود نجم قوى الإسلام السياسي بعد الثورة، لكن أي من هؤلاء لم يقدم دليلا ملموسا على علاقة أي من قوى هذا التيار بقضية عادل إمام. من أصحاب هذا الرأي مثلا علي القراشي الذي شاركنا بصفحة شارك برأيك قائلا: هذه بروفة حقيقية لمسرحية طالبانية بامتياز سوف تعرض قريبا على مسرح أرض الكنانة.
أحمد خالد سليم له رأي مشابه كتبه بصفحتنا على موقع فيسبوك قائلا: اضرب الزعيم يخاف الجميع، هي إحدى الوسائل التي يستخدمها التيار الديني في فرض قداسة على نفسه. للأسف أرى المجتمع ينزلق في الهاوية. طيب، لكن لاحظت معي محمود نبرة التحدي في 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 خطاب سامح السريطي، ربما اللي هو بشكل أو بآخر يعبر عن 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 طريقة تفكير أهل الإبداع. ماذا عن الفريق الذي استبشر خيرا بهذا الحكم؟ هنا تكمن مفارقة يا نور، فبرغم من أن أسلمت الحياة الفنية المصرية إذا جاز التعبير هي سبب استياء الفريق الأول، إلا أنها كانت أيضا السبب في ارتياح المؤيدين للحكم. فلسان حال المستبشرين بالحكم يقول إنه بداية لتطهير الساحة الفنية من ممارسات يرونها تتعارض مع قيم المجتمع أو تسيء للدين الإسلامي. هناك من اعتبر الحكم بمثابة البداية في تطبيق الشرع، وآخر اعتبر أنها بداية احترام الأديان. أيضا من أصحاب هذا الرأي علاء، الذي يقول بصفحة شارك برأيك: الأوضاع الفنية في مصر كانت قد تردت إلى مستوى استوجب معه قيام بعض الغيورين على بلادهم بدق ناقوس التحذير والخطر، فلو لم يقرع هذا الناقوس فلن يرتدع أحد من الذين ليس في حساباتهم سمعة مصر وأخلاق شبابها. خالد حامد له رأي مشابه عبر عنه في مشاركة بصفحتنا على فيسبوك، وهو يقول: هي ليست سيطرة بل تحكيم لشرع الله ومحاسبة كل مستهزئ بالدين، وهي خطوة طيبة من التيارات الإسلامية. سامح السريطي من نقابة المهن التمثيلية قال إنه عادل إمام ازدرى أو سخر ممن كانوا يزدرون الدين، يعني هو حوار في سلاسل لن ينقطع. ما الذي استرعى انتباهك خاصة من عناصر الجدلية في الحوار المتفاعل أونلاين محمود؟ نور، كان هناك جدل آخر، هذا الجدل تركز على شخصية عادل إمام والأدوار التي لعبها في أعماله الفنية وكذلك مواقفه السياسية. وكما تنقسم الآراء بشأن الحكم الصادر بحقه، تنقسم كذلك الآراء بشأن شخص عادل إمام. طيب الآن أعتقد لم يتبقى لنا إلا أن نعرف سؤال الاستفتاء الموازي لحوار اليوم، أليس كذلك؟ نعم نور، سؤال الاستفتاء اليوم هو: هل ترى أن هناك اتجاها لتشديد القيود على الأعمال الفنية في مصر؟ موعدنا في نهاية البرنامج للتعرف على النتيجة. شكرا جزيلا لك محمود. مرة أخرى مزيد من أرائكم ومشاركاتكم بوسائط مختلفة. حسن صادق مصري مقيم في السعودية بعث بمشاركته بالويب كاميرا: إن الحكم الجنائي على الأعمال المسيئة للدين الإسلامي هو نوع من ترشيد المسار للأعمال الفنية، كما أنه نوع من الرقابة على المصنفات الفنية العدائية واللا أخلاقية، علما بأن تسييس الدين هو تجاوز على تعاليم الإسلام، كما يجب تصنيف الأعمال الفنية لتشمل الفن السياسي ولا تسيس رسالة الفن، كما أن الإنتاج السينمائي والمسرحي والأدبي في ظل الحكم الإسلامي سوف ترشد وظيفته ورسالته في التنوير والتوعية والدعوة للقيم الاجتماعية الصالحة وكذا التعبير عن قضايا المجتمع وخدمة المواطنين، كما سوف يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، كما سوف يشهد نوع من الانتشار والنهضة والجودة الفكرية والثقافية والفنية، كما سوف تنحصر في ظل الحكم الإسلامي ثقافة الابتزال والرذيلة الفنية. ترشيد مسار العمل الفني، هل تقصد بذلك أن هذا المسار على مسار العمل الفني كان منحرفا في السابق؟ هل معنى هذا أن ما يعرف بهيئة الرقابة على المصنفات المصرية أو الفنية في مصر لم تكن تقوم بعملها كما يجب؟ هذه مشاركة أخرى من طارق صادق في القاهرة: لم يكن من الأجدى لمصر أن تطهر الشعب من خطاياه ونبدأ صفحة جديدة من العلاقات تبنى على التسامح والمحبة بدلا من تصفية الحسابات هنا وهناك؟ إن من عجائب القضاء المصري أن الله يحكم بالعفو عن مساجين لأحكام قضائية قبل الثورة، وفي نفس الوقت نجد نفس القضاء يحكم على فنانين على أعمال فنية لما قبل الثورة أيضا. فهل أصبح القضاء المصري لعبة تحكمه أهواء بعض القوى؟ إن الحكم على الفنان عادل إمام بالسجن بحجة ازدراء الأديان ما هو إلا بداية عهد جديد من الرجعية والتخلف. طارق يعتبر القضية برمتها تصفية
حسابات، بل بعكس طارق فودة تذكروا في بداية الحلقة الذي تفادى التعليق على الحكم القضائي. يتساءل طارق صادق عن وضع القضاء المصري وما إذا كان عرضة لنفوذ تيار معين. عبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة أرحب بدكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي باسم التيار الإسلامي العام في مصر. دكتور حسام مرحبا بك في نقطة حوار. أهلا وسهلا. هل يتعلق الأمر؟ أتمنى يكون صوتي واضح. واصل صوتك واضح دكتور، احنا على الهواء مباشرة. دكتور آخر طارق صادق من القاهرة قال الأمر يتعلق بتصفية حسابات، لماذا يعني ترفع دعاوى على موضوعها أعمال فنية سابقة مضت عليها سنوات؟ هو أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا إذا كان القانون يسمح بهذا فلا مانع من أن أحد المحامين يرى أن في أعمال فنان ما أو في كتابات صحفي ما أو في أي عمل كتابي أو فني أو روائي أنه يسيء إلى شخصه أو إلى دينه أو إلى ثقافته، أن يقوم ب يعني ممارسة حقوقه القانونية. ثاني شيء أنه هي ليست تصفية حسابات، الذي كان يصفي حساباته حقيقة مع التيار الإسلامي هو عادل إمام نفسه، لأنه عادل إمام كان الذراع السينمائي لنظام حسني مبارك. حسني مبارك كان له أذرع كثيرة في نظامه، لكن الفرق ما بين ذراعه الشرطي حبيب العدل أنه كان يصفي حساباته مع الخصوم السياسيين وهم معلقين وهم مسجونين. هل معنى هذا وهم ينطقون هل معنى هذا أنكم ستشنون حملة شعواء على الفن وعلى أهل الفن وعلى أهل الإبداع عموما من الآن فصاعدا؟ لا أكمل بس يعني أكمل نظرتي للأمور. نعم. إنه الفرق ما بين حبيب العدل وكان الذراع الشرطي لنظام مبارك أن الناس كانوا ينطقون الآه وهم في أقسام حبيب العدل، أما للأسف كان الناس يتعاملون مع سينما عادل إمام ويتلقون التعليمات المباركية سواء في المجتمع أو نظرتهم للمجتمع أو نظرتهم لعموم الشعب المصري وهم يضحكون، وهذه كانت المهزلة الكبرى. طيب. عادل إمام لم يكن شخصا عاديا وإنما كان يستخدم هو وموهبته وأداؤه وامتداده في داخل مصر وخارج مصر لبس كل الأفكار التي كان يريد أن يزعها وينشرها مبارك ونظامه في العقول المصرية. طيب دكتور حسام، كان معنا سامح الصريطي من نقابة المهن التمثيلية وقال إنه عادل إمام لم يزدر الإسلام، عادل إمام سخر ممن يزدرون الإسلام ويسيئون إلى الإسلام، لكن في برنامج نقطة حوار النقطة الأساسية هي التفاعل مع المشاهدين مع المستمعين. استمع معي إلى عادل محمد في هولندا وأرجو أنك تتفاعل معه. عادل. نعم. مرحبا بك يا عادل وعليك السلام، تفضل. مرحبا بك. أهلا. يأتي للبرنامج الشيخ، وأنا يمكن أول مرة أتصل تلفونيا بقناة فضائية. أهلا بيك. الحوار. أهلا بيك. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك. قال الله تعالى إن المنافقين كانوا إخوان الشياطين. اللي بنشوفه الآن في الدول العربية أو في مصر على وجه الخصوص جماعات متأسلمة وليس إسلامية يسمون نفسهم الإخوان المسلمون كأنهم عايشون في دولة، عندما يتحدثون مع بعض يتحدثون مع بعض، لازم ان انت وبشوفهم هنا كتير في هولندا، لازم ان انت تشوفه عشان يتكلم معاك مجرد ان هو شايفك ماسك سيجارة واصبحت عدوا له واصبحت كافر ويقام عليك الحد. الناس دي النهاردة متأسلمة وليس اخوان كما يقال. طيب. وأنا لماذا عادل خلينا نفوت بالموضوع، موضوع عادل امام، كيف تنظر إلى هذه القضية؟ هل فيها تحامل على أهل الفن والإبداع أم أنها قضية قانونية تم فيها التعامل عبر القضاء بشخص يعني أفرط في استخدام حقه في حرية التعبير، بل مارس هذا الحق بنوع من الشطط وسخر من الدين أو من رموز دينية؟ عادل إمام إنسان فنان، إنسان محبوب صار له عشرات السنين، وإنسان بيتكلم عن الواقع وعشان كده الشعب العربي كله يحبه. نعم. إنسان بيتكلم من الواقع، والواقع اللي اتكلم فيه في الأفلام أو في الفيلم بالذات الإرهاب والكباب ده شيء بيحصل على أرض الواقع. أكبر نسبة نصب وأكبر أموال هربت من مصر، وأكبر ناس غشت الناس باسم الدين
هو اللي ما تطرق ليه، والشيء اللي تطرق له ده حاجة حقيقية حصلت. نعم. هو لم يتطرق للإسلام، تطرق طيب. للناس اللي بتدعي إنها بتعمل بالإسلام. نعم. وهي طيب خليك معي مشكلتنا. عادل خليك معي. اتفضل. دكتور حسام، أنت وصفته بالذراع السينمائية للنظام السابق، ألا يتعلق الأمر بحسابات سياسية بدأتم في تصفيتها في هذه المرحلة؟ عادل يقول هذا الشخص كان تعبيرا فنيا عن إرادة الشعبية، وإلا لما كانت له كل تلك الشعبية ليس في مصر فقط. هو ابتداء بس أنا بشكر أستاذ عادل على يعني أسلوبه، يعني التعميم في الاتهامات ووصف التيار الإسلامي كله أنهم متأسلمين وهكذا، هذا لا يليق إنه إحنا نعمم على هذا. إن كان عندك انتقادات فانتقدها على بعض الناس، ولكن العمومية السلبية هذه لا تليق بنا. طيب. تاني شيء إنه أولا القضية غير مرفوعة من يعني من الإخوان أو من السلفيين أو من حزب النور، القضية مرفوعة من محامي رأى أن عادل إمام هو يعني في أفلامه إصدار الدين الإسلامي، فليس لا أعلى يعني السلفيين أو الإخوان أو تار الإسلام بشكل عام لم طيب. لم يرفع هذه القضية. دكتور اسمح لي أن أقاطعك، عفوا اسمح لي أن أقاطعك، لكن أنا بس لا أكمل كلامي. لا بعطيك ممكن فرصة، أكمل كلامي؟ بوعدك بعطيك فرصة بس أتمنى أن تعطيني فرصة حقيقة. يلا تفضل أوكي، ما دمت مش مستعد تتفاعل. يلا أولا أولا السينما ده الفن، الفن السينمائي هذا فن يغير الوعي الجمعي العالمي. نعم. يعني الفن والسينما ليس فنا عاديا، يعني أمريكا بالسينما الأمريكية حولت إبادة ما يقرب من 200 مليون من الهنود الحمر إلى مهمة حضارية للكاوبوي. السينما ليست شيئا عاديا، وبالتالي أدرك النظام المباركي أنه بالسينما ممكن أن يصفي خصومه السياسيين، ممكن أن يجرف العقل المصري، ممكن أن يدخله في التفاهة والسطحية والبلاهة. وبالتالي كان استخدام السينما على هذا النحو. نظام مبارك لم يكن فاسدا فقط اقتصاديا، لم يكن فاسدا فقط في العلاقات والتبعية لدول المركز أمريكا والدول الاتحاد الأوروبي، كان فاسدا على كافة المستويات، والسينما كانت ذراعا حقيقيا ومسارا حقيقيا في كسر الخصوم السياسيين. وهذا كان يمثل عادل إمام في الذراع الحقيقي، أنه نعم. بأفلام الإرهابي وطيور الظلام والسفارة في العمارة كان معولا للهدم على كل الخصوم التيار الإسلامي، ويشوه صورتهم ويعني أظهرهم أنهم أناس لا يحسبون على البشر. فإذا ليست تصفية حسابات، نحن نقرأ ونحلل الواقع. عادل إمام كان في طليعة المشهد السينمائي. نعم عادل إمام كان له امتداده الداخلي والخارجي، ولكن هو وموقفه من الثورة معلن. حتى هذه اللحظة هو مع نظام مبارك، حتى هذه اللحظة هو مع أصلا بشار الأسد وضد الثورة السورية. كان في 2009 عندما كانت تقصف غزة بالصواريخ كان واقفا ضد حماس وضد المقاومة الفلسطينية. إذن عادل إمام لم يكن ذلك الرجل الذي كان ينادي بحرية الإبداع. جون ستور ميل فيلسوف الحرية طيب كان يا يتكلم دكتور. عن الحرية إلا بقيد واحد، إلحاق الضرر بالآخرين. طيب يا دكتور. ده ستيوارد ميلت مش طيب. مش شخص آخر. إذن إلحاق الضرر بالآخرين ده مقيد لحرية الإبداع. طيب عظيم، والقانون الموجود لم تسمح لي أن أضرب الآن. سأقول تحدث إنه الإخوان مش رافعين الدعوة ولا السلفيين، لكنهم ساكتون، أليس السكوت علامة على الرضا؟ ألا يتعلق الأمر طبعاً بتحرك؟ طبعاً. عادل إمام يعني أنا والله أنا أستغرب أنهم لماذا لا يرفعون يعني 100 قضية وقضية. طيب. نحن عندما دكتور. نتكلم عن عادل إمام دكتور. لا نتكلم اسمح لي عضي. لا نتكلم يعني لو شفت الصوت التيار الإسلامي أنه لا يتكلم عن محمد صبحي، لا يتكلم عن أحمد حلمي، لا طيب يتكلم عن شيء، إنما يتكلم عن عادل إمام، لأنه فعلا الرجل تقريبا كرس حياته لتكريه الناس في التيار قلت الإسلامي. قلت هذا الكلام يا دكتور، استأثرت بكثير من الوقت والناس عم تستنى على التليفونات. هناك من نظم حملات على الفيسبوك للدفاع عن عادل إمام، استمع إلى محمد حسن وهو من هؤلاء. محمد حسن موجود في الكويت، تفضل يا محمد. أيها أستاذ نور، حضرتك أهلا بك، تفضل. والله أنا مش عارف هم بيتكلموا على قضية عادل إمام مع التيار الديني وانتقاد التيار الديني لعادل إمام، ولا بيتكلموا عن علاقة عادل إمام بالنظام السابق. عموما عادل إمام قيمة عظيمة، قيمة فنية، استمر عطاها فترة طويلة جدا. نعم. قدم كل الموضوعات من أول حتى المواطن البسيط، وحتى انتقاده لرئيس الدولة
وده كان من خلال افلامه ومسرحياته، مرورا طبعا بتشخيصه للحاله النفسيه اللي مر بيها الشخص المتطرف حتى وصل انه بقى ارهابي. وده تقريبا ده الفيلم اللي انقلب عليه الطاوله. نعم. وتسبب له في الانتقادات وتسبب له في القضيه اللي منظوره حاليا. طيب خليك معي محمد، لكن أكمل. كنت تريد ان تقول شيئا؟ والله انا عايز اقول ان هم من ينتقد حاليا، هم حاليا بيتسببوا لينا بالسخريه، ان احنا بنسافر بنروح اكتر من بلد، كل ما بندخل بلد بيفكرونا باللي بيحصل في مصر حاليا. نعم. بما يحدث داخل البرلمان. عظيم. شخص يقوم يقيم الاذان، شخص تاني رايح مرشح نفسه في الانتخابات يكذب على الناس علشان يوصل ان هو يبقى رئيس الدولة. لا نعمم يا محمد، هذه كانت ملاحظة الدكتور حسام. محمد واضح الفكرة. اسمع تعليقا من عادل محمد في هولندا على ما سمعته من الدكتور حسام. اتفضل. شكرا. ممكن اسال الدكتور حسام سؤال؟ اتفضل. عادل امام، احنا مشكلتنا في مصر ان احنا دايما نرمي شماعتنا على شماعه الاخرين، طلول النظام وعادل امام تبع حسني مبارك وعادل امام وعادل امام. هل ان التهمه اللي هي متهم بيها الفنان عادل امام هو لم يتطرق لاي جزء من الدين في افلامه، هو تطرق لبعض المتاسلمين وانا اسف ودي الحقيقه. عظيم. وهذه النوعيه موجوده بالفعل يا اخي، صح كلامي؟ نعم. هذه الكلمه هذه النوعيه موجوده بالفعل. اصبحنا الان زي ما قال الاخ عادل نشوف حاجات تهريج. تركتم مصالح الناس وتركت ان هي الناس اللي رشحتكم والناس اللي وثقت فيكم، تركتوا المشاكل جانبا وتدوروا على مشاكل مجرد ان واحد بيعرض راي في فيلم لم يتطرق الى الاسلام. طيب عظيم. اصبحت ان عادل واضحه فكره يا عادل، اشكرك. دكتور حسام. نعم. لماذا ترد على عادل وايضا على ملاحظة؟ اولا يعني هو اختيار موفق ان كل المتداخلين مهاجمين لشخصي ومدافعين عن عادل امام، فهذا اختيار موفق. انا لا، احنا لا نختار. دكتور حسام ارجوك، انت استأثرت بقدر كبير من الهوى على الهوى، والبرنامج متوازن. في النصف الاول كان معنا سامح السريطي. نعم. من نقابة. نعم. المهن التمثيلية. نعم. وحاسبناه على الهوى، وكان معه اناس من المعسكر. نعم. الاخر من الرأي. تفضل. أكمل. نعم. أنا بس أظن أنه أولا فعلا لو كانت هذه القضية هي قضية إلهائية. نعم. عن مشاكل الشعب الحقيقية، وأنا تكلمت قبل ذلك ليس في هذا البرنامج، أنه لو كان فعلا إلهاء عن الشطر الأول من المصطلح حرية الإبداع ألا وهو الحرية نفسها. نعم. أنه فعلا لو كانت إلهاء فعلينا أن نتوقف، ولكن القضية عندما خلاص طرحت فيجب أن ندلو بدلونا. لو فعلا هي ملهاة للشعب عن قضية إنهاء حكم العسكر عن تفتيت مراكز القوى في نظام مبارك والاستعداد للحقبة ما بعد 30/6، ففعلا يجب أن نتوقف إذا كان فعلا هذا. دكتور حزن. أما بالنسبة لعادل إمام، عادل إمام لا يعني الفن السينمائي هو فن مركب، هو لا يأتي لك يعني مثلا السينما الأمريكية هي تهاجم الإسلام ولكن لا تهاجمه إلا عبر مشخصاتية، عبر أشخاص معينة، فيأتوا لك بشخص ملتحي مثلا وله كرش. أنا آسف، فليس هذا ما فعله عادل إمام في الأفلام؟ بعد ذلك لا، ما انا هفهم حضرتك. بعد ذلك ياتي لك بانسان متجاهم الوجه وبعد ذلك يفجر نفسه، فالصوره التي تنقل للشعب الامريكي انه هذا هو الاسلام وهذا هو الواقع الاسلامي عبر الناس اللي بيفجروا وهكذا. عادل امام فعل نفس القضيه، انه اتى بالناس الذين يلتزمون بالدين وجوههم متجهمه لا هم لهم الا في النساء والقتل والارهاب وعندما اتى بشخصيه مثلا في الفيلم الارهاب، الشخصيه التي يراد لها ان تكون معتدلة وهكذا، أتى بواحد ماركسي يرفع صور جيفارا ويشرب الخمر وهكذا. طيب. أو حتى في طيور الظلام لما أتى بأحمد راتب أنه الشخص الذي يعني يشرب الخمر في البارات، هذا هو النموذج المصري المعتدل. طيب. الذي يقرأ صاحبة العرب. دكتور عادل، لا أنا عاوز أقوله بس حاجة. أيوة.
أولا يعني عادل إمام في فترته الأولى فترة أفلام المقاولات، وهذا يعني حتى تكلم فيه فنان كبير زي حمدي أحمد. طيب. أمس دكتور تكلم أنه كان في فترة كنا يعني دكتور كنا لا نناقش عادل إمام المصرية. نحن نناقش اليوم هذا الحكم ومضاعفاته على حرية التعبير. عادل محمد قال لك تركتم معاناة المصريين في المرحلة الجديدة في المرحلة الانتقالية وانشغلتوا بعادل إمام وقصص عادل إمام. ماذا لا تقول لا هذا ليس صحيحا. وأنا قلت أن التيار اللي بيمثل الأغلبية البرلمانية لم يقم بهذه القضية، وإنما قام بها محاميا آخر، والناس مشغولون. لنا انتقادات كثيرة عليهم، ولكن نعم. الناس مشغولون بإقامة دولة مدنية حديثة على أساس من المرجعية الإسلامية وهكذا. اللي أنا عاوز أقوله بس علشان الناس بتتكلم على حرية الإبداع وكأن حرية الإبداع دي مرتبطة بالليمبي وكتكوت وأفلام المتسول والهلفوت، هذا مسخ لحرية الإبداع يا جماعة. نتحدث عن الإبداع مستقبلا يا دكتور، إنه حرية الإبداع ألا يواجه خطرا الآن؟ حرية الإبداع دكتور أدركني الوقت، أدعوك أن تواصل الحوار مع المستمعين عبر راديو بي بي سي. دكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي باسم التيار الإسلامي العام في مصر، شكرا جزيلا لك، أدعوك لمواصلة الحوار معنا على الراديو. عودة إلى محمود منسي. محمود، الاستفتاء الموازي لهذا الحوار نتيجته؟ نور، سؤال استفتائنا اليوم هو هل ترى أن هناك اتجاها لتشديد القيود على الأعمال الفنية في مصر؟ حتى الآن 68% قالوا نعم و 32% قالوا لا. شكرا جزيلا لك محمود. هذا الجزء التلفزيوني من البرنامج انتهى. حوارنا في الغد، أبعاد الخلاف القديم الجديد على جزر الخليج الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. الحوار متواصل أونلاين على موقع bbcarabic.com. ألتقي بكم بعد قليل على الراديو، نواصل حوار ما يتهدد حرية التعبير إذا كان ثمة خطر يتهددها بعد الحكم على عادل إمام بالسجن 3 أشهر على مستوى الاستئناف. تحية مني نور الدين زرقي ومن جميع الفريق، إلى اللقاء.